حاجة أين؟ كل هذه الأطراف فارقت انتخابات مجلس المحافظة منذ 10 سنوات. هذه ال10 سنوات ألقت بظلالها على واقع الخدمي داخل تلك المحافظات، على الخارطة السياسية داخل تلك المحافظات. كل هذه الأطراف تسعى إلى التقدم باتجاه إجراء الانتخابات لإعادة ضبط إيقاع الخارطة السياسية في محافظاتهم. هناك مشكلة على مستوى الخارطة السنية، الكل يسعى إلى فرض نفوذه السياسي في المحافظات السنية. هناك تغيير في مراكز القوى الشيعية، من كان قويا في انتخابات مجالس المحافظات في عام 2014 لم يعد قويا في هذه الانتخابات. هناك من يريد أن ينقض على قوته، هناك أحزاب صغيرة قد كبرت حتى داخل الإطار الشيعي. الكبير بقى كبير. لا لا ولا لا، حتى بين الكبار هناك مساحات مختلفة. لم تكن هناك انفراد كانت في عام 2014 لجهة معينة على حساب الآخرين. هناك من يريد أن يغتنم فرصة غياب التيار الصدري، الند القوي، لإعادة رسم الخارطة السياسية المحلية حتى تكون له سندا أمام الخارطة السياسية المركزية التي فرضت تشكيلة الحكومة. إذن هناك حاجة ملحة لدى الأحزاب السياسية من الناحية الأمنية. كل مواقف وزارة الداخلية، كل مواقف وزارة الدفاع لم تشر إلى فد مؤشر أمني يحول دون إجراء تلك الانتخابات لحد هذه اللحظة. ولكن العراق هو يعني متعود على اللحظات الأخيرة. تمام.